السلام عليكم خاوتي، انا ما كنتم وحيتم وجدتم. السلام عليكم، بدون استثناء سواء في الداخل او الخارج. اليوم رانا في فانزلي بارك، راح نشوف مع اخونا جحمون. جحمون هذا باللي قلقوا في البلاد، قالوا باللي السيد مات، لكن السيد مازالوا حي وخلعوا والديه، يعني سبع ربي يهديهم هذو الناس اللي يديروا في الدعايات. المهم راح نسجلوا معاه ان شاء الله ونخليكم بعد الحين ان شاء الله. السلام عليكم خويا جحمون. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. واش راكم لاباس؟ والله الحمد لله. الحمد لله كي شفناك يا خويا. واش الدعايات هذو الناس يحكوا عليك؟ اخويا انا في فانزبيري بارك، انا بعض الايام هكذا اربعه ايام كنت مريح مع زوج تاعنا هنا، واحد قدام الواد وواحد سبليولي. ومن بعد قلت لهم نضرب دوره هنايا، قالت لي وحده ونص تاع الصباح. قلت لهم نضرب دوره قدام لاستاسيون، نجيب جرنان ونجي. كي عاود تهبط جا واحد تاعنا باتني قادروا بالمرسيدس في الحلا هذا الكارا سالم مصغر، قال لهم ولا شفتوا جحمون؟ قالوا له يا خو هذا وين كان معنا؟ قال لهم انا كنت راكد، بعثوا لي الميساج قالوا لي جحمون مات. من بعد السيد مسكين جا كارا حكي مني قاعد يبكي منا، قال يطلع معايا في الكروسا كل يوم ما نركبش هنا، داني خلص لي ماكله منا، ماني مسير فاهم منا. ومن بعد كل شيء لافير هادي كل شيء، انا قلت ما كان والو بالك غير واحد سمع. كي رحت اي تدار انت يا؟ ما عايش انا ما عايش دار. قول لهم يا ودي راهي دعايات. نعيط لهم ان شاء الله. ايام بعد رحت رقدت في بلاصه انا كنت فيها بلاصتي، الباتيمون اللي نسكن فيها، واحد يعرفني بلي نسكن في هذيك الباتيمون. كي جات الطب الباب ما حبش تفتح والتليفون طافي. السيد قال كيفاش انا كل يوم نجي عند جحمون نشوفو، اليوم التليفون ما يمشيش والدار ما كان حتى واحد. السيد توسوس. الناس الحمد لله لقينا رجال يا خو وقفوا معنا. يا خويا الناس عيطت، راحت السبيطار، راحت عند لابوليس وسقسا ويعطيهم الصحة، ويلا في غربة ولازم يتعاونوا إن شاء الله. والناس تعرفني كما نقول لك أنا غالي على التعليق. يا خويا نشكر كاع الجالية الجزائرية المصغر كاع، واللي عندي مع مشكل ربي إن شاء الله يسمح لي. خويا اللي درنا له حاجة ولا يسمح لنا، وإن شاء الله تكون هذه كما نقولوا سبه باش انسان يتقي ربي ويتوب الله سبحانه عز وجل. والناس تعرفنا وكما نقول لك غنيين على التعليق، والحمد لله يا خو جاونا رسائل من كل مكان، والناس ما كناش كاع نستناو فيها باش يقولوا لي وغير الخير وكذا. والله غير جاوا عندي مشاكل معاهم ووقفوا، وكما نقولوا ان شاء الله بالك هذه فيها خير. ما تعرفش واش راح يصرى وانا في غربه، أو يا بعيد شر متبالك في البارك تحبس قلبي ولا عفسة ولا شو راح يجيب خبري. مزيان ضرب الحومة هنا والناس تعرفني وكيما نباشي يوم يومي صافي تحمون حاجة صارت له، فهمت؟ يا طايح ولا راهو مرمي ولا تسمع. ورانا كيما نقول لك في بلاد ماشي بلاد ناس ستراس وديبراس، واللي راهم في الجزائر يجيب لهم ربي. رانا وقيلا في هنا في جنة ولا روح بالزبالة بدراهم، فهمت؟ أنا العقلية مخي تبدل، أنا تأقلمت. انا ولا عندي عقل تاع انجليزي، انا قلبي مات، برد قلبي مات، نكتب على نفسي قلبي مات، قلبي مات في اشياء وقلبي حيا في اشياء. الحمد لله كما نقول لك انسان مازالو سعيد في دينه، الحمد لله كما مازال درت الايمان ضر في قلبي. علاش الناس تحبني؟ خاطر نحب ديني، وكما نقول لك فيا خسرت الرجال، فهمت؟ والناس يعرفوني يا خو ما نزكيش نفسي، وان شاء الله نقول للعجوزه وولاد حومتي ومن الجاليه البريطانيه مصغر كاع اللي وقفيني بارك. كما نقولوا من الايست الواست الساوث النور، ولاد باب الواد، ولاد الحراش، ولاد بومرداس. خونا صالح اللي راهو قايم بها في فانزبيري بارك، يعني ولا ما كانش خونا صالح ما عندناش كاع في الانترنت وما مش كاع سامعين بيا، يا المنسي يا المنفي، فهمت؟ خونا ولاد باب الواد، احنا كاع ولاد العاصمه ما كانش الجهويه. 48 ولايه خويا امين. 48 ولايه 48 ولايه امين. الولاني اللي جا راه في جوج ملايين في يديه، هاولك جوج ملايين قال لي حاجه اللي تشرى، فهمت؟ وراح مسكين وراح مسكين حتى للسبيطار. هو اخونا سامر زايط المعروف قال لك انا من القدامى، فهمت؟ هو يوسف وليد القبه او امين قال لك من التسعينات نعرفو. زيد ام تاعي تسمح لي بزاف بزاف، وبابا يسمح لي، وخاوتي وولاد حومتي هم يعرفوني كاع في البلاد، 48 ولاية تعرفني، فهمت؟ يا خويا والحمد لله مازالنا حيين وانا حيين. ها دارولو غير دعايات بورا وحي خونا ما بيه والو. وخويا ان شاء الله كيما يقولوا نصيحه وهو صادق على بالو واش كاين،
يا خويا ان شاء الله ما كاين والو ان شاء الله وان شاء الله الميمه ديالو تفرح بها وتشوفو ان شاء الله هكذا خاوتي امنا كي طلعنا السبيطار لامور قال لك جابوا لنا واحد فيس بيري بارك مي شكون هو واحد ما عرفوه صح حنا عبدنا جحموض الناس قاعدة امنت قال لك ما تقدروش تشوفوا حتى الغدوه باش تفتح لامور وانا نضر احنا جرينا والحمد لله بارك الله فيكم الله يجازيكم ان شاء الله انت كاين تشوف فيك خوتك كاي يحبوك راه الساعه ميزانيات حياه الجزائر واحد في غربه وفي الجزائر كيسمعوا راهم يأملوا وجازوا بزاف ناس منا وقالوا ماتوا ما لقيناهم حيين يقولوا انت حسني هذيك هضرتوا فيا وقلتوا مات علاش عليكم يا ديالي انا حي يرزق واذا الله سبحانه عز وجل كتب لي الاجر تاعي يا ربي يهدي هادو الناس اللي هم يديروا في الدعايات وان شاء الله كيما نقولوا ربي يهديهم ويغفر لهم واش هم يديروا يا خو هما مو حاجه ما تبقاش هذه والله يا ديما خلقوا الحمد لله كي راهو حي هذه السلام للوالدة قالت لك يا خويا جحموم راهو حي يرزق راكم تشوفوا فيه بعينيكم والحمد لله كاين الرجال في الغربه وقف بارك الله فيكم بارك الله السلام عليكم السلام فيكم حلقه الخاتمه كاين رجال وقفت وما باقوش نستنى فيهم السلام عليكم جحمون هو الوراني يسمح لي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ودعوا لنا ان شاء الله شباب وتحيا الجزائر